الفدراليه الوطنيه لنقل السياحه في المغرب. اليوم يعني احنا في ضيافه الجمعيه الجهويه لارباب النقل السياحي بجهه سوس. كيف ما تابعوا معنا الاخوان، كنا درنا واحد الجوله، يعني توقفنا في مدينه زاكورا، درنا مدينه مراكش، كانت مدينه الداخله، واليوم المحطه هي مدينه اكادير قبل مدينه وجده لاحقا. اليوم كان هذه الجوله هذه من اجل تعزيز يعني القوه الاقتراحيه ديالنا والتواصل مع المهنيين عن قرب، لان الازمه اليوم يعني تسلت بعمق، احنا في عمق الازمه اليوم بالنسبه للناقلين السياحيين اللي يعني ما تلاوش عرفوا كيفاش يجيريو هاد لا بيريود هادي. عندنا مشكل ديال الاجراء ديالنا اليوم اللي متوقف الدعم ديالهم منذ 3 اشهر، وحنا على يعني مشاريف الدخول المدرسي. هاد الناس هادو المصير ديالهم مجهول، خصوصا بعدا يعني في هاد لا بيريود ديال التغيير ديال الحكومه اللي ما كاينينش مسؤولين على تنزيل القرارات، خصوصا انه عندنا عقد ديال برنامج 2020-2022 اللي جا باش يحمي المقاولات ديال النقل السياحي والشغيله، باش اللي جا لتدبير المرحله، ولكن للاسف رئيس لجنه اليقظه غائب كل الغياب، لا داخل دواليب وزاره الماليه ولا في لجنه اليقظه. اليوم خرجنا يعني بواحد المجموعه ديال المطالب غادي نتوجهوا بها السيد رئيس الحكومه الجديده، نعرفوا على الملف القديم الجديد ديالنا والاشكالات اللي تنعانيوا منها، وعلى راسها يعني تمديد الدعم ديال الاجراء وديال القطاع، وكذلك الاعفاء من المديونيه او جزء من المديونيه، وتعليق جميع يعني دوك الفوائد، لان الازمه اليوم فاقت جميع التوقعات. ما كنهضروش على 3 اشهر ولا 6 اشهر او لا سنه، احنا على مشاريف سنتين، وحتى الان ما كاينش معارض سياحيه اللي كتعطينا العمل يعني الاشهر القادمه، ولهذا احنا تندقوا ناقوس الخطر من جديد، وتنطالبوا يعني الحكومه الجديده بالتدخل عاجلا لانقاذ ما يمكن انقاذه، لان اليوم المهنيين قاطبة ديال القطاع عندهم معاناة من نوع خاص. الأزمة تسلات يعني البيوت ديالهم، العائلات ديالهم، المشاكل اليومية ديالهم. عندنا ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي بالضروره يعني في الواجهه، ومن بعد عندنا مسائل واحده اخرى خاصها تكون اعفاءات ضريبيه. اذا الرساله ديالنا للحكومه المقبله، وهو ان القطاع هو القطاع الاكبر الاول يعني اللي متضرر من الجائحه، وعلى الحكومه يعني معالجه هذا الملف هذا وبسرعه، لان كيف تنقولوا حنا بالعاميه ديالنا الجوع، يعني الناس عندهم لو بوزوان ديالهم الجوع، ما يمكنش لك باقي كتحكم حتى حنا يعني داخل الفيدرالي ولا الجمعيه، ما يمكنش لنا باقينا ناطروا واحد الانسان اللي ما عندوش ما يوكل الابناء ديالو، ولا واحد الشركه اللي كتوقف عليها مؤسسات القروض. تاجيل سداد الديون اليوم ما بقاش هو الهاجس ديالنا، ولينا المطلب ديالنا هو تعليق هذوك الفوائد كاملها، الاعفاء من الفوائد، وتدخل الدوله اللي باش تخلص واحد الجزء من المديونيه كنوع من الدعم لهذا القطاع، كيف ما تدخلت الدوله المغربيه في واحد المجموعه ديال القطاعات كمثلا قطاع الفلاحه كمثال. اذا حنا خصنا دعم مباشر، وخصنا تمديد الدعم ديال الاجراء، هذو هما الرسائل الاولى. وفي حاله عدم تفاعل الحكومه راه من حقنا ننزلوا للشارع، لان هذاك حق تضمنوا لنا الدستور. يوغا صالح، نقال سياحي من مدينه الدار البيضاء. احنا اليوم هنا من دعوه من الاخوان ديالنا من مدينه اكادير، باش نناقشوا بزاف ديال المشاكل اللي كيتخبط فيها القطاع. والحمد لله الاخوان في الاجتماع حطوا بزاف ديال النقاط اللي غادي نطرحوها ان شاء الله الحكومه الجديده، اللي كنترجوا منها خير ان شاء الله. المشاكل اللي عندنا عديده، منها كان المطلب الاول هو تاجيل سداد الديون. عندنا الدعم ديال الاجراء اللي تقطع، عندنا المهم بزاف ديال المشاكل اللي كثير. عندنا سميتو التامين اللي كنخلصوا دابا 100%، وحنا كنهزوا غير 50%، يعني خاصة التأمين تاهو ينقص لينا. والمهم بزاف ديال المشاكل اللي كتخبط فيها القطاع راه لا تحصى، يعني نتفكر شويه ويمشي ليا بزاف. والمطلب الأول بغينا شي دعم مباشر، شي دعم للشركات، ويستمروا في الدعم ديال الأجراء.
تاجيل سداد الديون. هادو هما المطالب اللي زعما اللي واقفين عليها حنايا كنقاد. حماني يوسف رئيس الجمعيه للجوال على النقل السياحي سوس مسا ونائب الرئيس ديال الفيدراليه المغربيه للنقل السياحي في المغرب. دونك اليوم كان معنا كان لقاء مع الرؤساء ديال جميع الجمعيات ديال الجهات المملكه، وكان يعني الفيدراليه لاي اف ان تي تي هي معنا هنايا باش ان شاء الله نوحدوا الصفوف ونعاودوا ان شاء الله باش نركزوا على يعني المشاكل ديالنا اللي هي انيه ونخدموا في يعني في المطالب ديال المهنيين على الصعيد المملكه اللي هي مطالب اللي هي انيه، اللي دائما ما دامت الجائحه او يعني القطاع مازال يعني ما تعافى، مازال ما رجعش يعني العافيه ديالو، ديما كنبقاو كنركزوا على يعني الشغله ديالنا اللي خصها تعويضات حتى لنهايه السنه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتاجيل سداد الديون لان راه اللي كيتقل الكاهل ديال المهنيين وهو هاد 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 الديون هادو اللي مترتبه عنهم يعني هاد الشهور الماضيه ديال كام ديال هاد الجائحه هذه. وكاين حاجه اخرى وهي الاعفاءات الضريبيه، لان القطاع كما كيعرف الجميع القطاع اللي متضرر 100% وما خدموش وترتبط عليهم يعني الضرائب المهنيه والضرائب يعني الشركات ومجموعه من الامور اللي اليوم كنطالبوا الحكومه الجديده باش على الاقل يعني يحطوا هذا الملف ديالنا على من الاولويات ديالهم وعلى الطاوله ديال النقاش، باش ان شاء الله مازال يعني القانون الماليه ديال 2022 مازال ما صادقوا عليه، إيه على الاقل يدخلوا هذا التخفيف هذا في هذا القانون الماليه ويشوفوا شي دعم للشغله ديالنا ونشوفوا ان شاء الله الحل اللي غيدار مع المجموعه المهنيه يعني لشركات الائتمان باش ان شاء الله نلقاو حلول. وحتى ان شاء الله الى المهنيين يعني غادي يعاودوا يعني يديماريو يعني يعاودوا يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم يخدموا، خص على الاقل يكون واحد الدفع لهاد الناس هادو لهاد المهنيين باش يلقاو باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني اللي يخدموا ويمشيو في المسار ديالهم اللي هو المسار الطبيعي ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتحياتي معكم عبد الرحمن الحياني الكاتب الجهوي للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بمدينة مراكش. على دور هذا اللقاء هذا اللي عقدته الفيدرالية مع الجمعية الجهوية ديال أكادير للنقل السياحي، ناقشنا فيه عدة مشاكل اللي كيعاني منها القطاع، ناقشنا فيه الملف المطلبي اللي كل شيء كيعرف بأنه الملف المطلبي ديال النقل السياحي محطوط في جميع الوزارات المعنية بما فيها وزارة السياحة ووزارة التجهيز والنقل عند المسؤولين ديال جميع الجهات بما فيهم الولات والمندوبيه ديال السياحه والمندوبيه ديال النقل. شفنا المشاكل اللي باقيه عالقه الى يومنا هذا، نتسناو الحكومه الجديده من اللي غادي تكون وتكون الوزاره باش يكون اول الملف ديالنا من الاوائل ديالهم، لانه كتعرفوا الشغيله ديالنا منذ شهر 6 الى يومنا هذا ما خداوش الدعم ديالهم، كاين واحد الدعم اللي كياخذوا تحبس في شهر 6، باقي ما تكوناش لجنه اليقظه، وهذا الشيء راه فعلا كاين مشكل وكيهدد الشغيله ديالنا. بزاف ديال الناس مساكن الله يكون في العوان، كاين اللي السكنه ديالو طلق الكرا ديالو مشى سكن مع والديه وسكن مع نسابو، هذا الشيء كنتاسفوا ليه وحنا ما بغيناش. وكتعرفوا حتى الارباب ديال الشركات راه منذ تقريبا 18 شهر هذا او 19 شهر ما خدمناش، الحديد ديالنا متوقف بصفه عامه، ما توصلناش المشاكل اللي كيعانيو منها الاخوان ديالنا مع لي ميزون كريدي، التهديد تتعرفوا بانه راه كيضلوا كيهددوا في الناس وكيعيطوا لهم، وكاينين هذوك سيرفيس دو ريكوفرومون اللي كيتعاملوا بواحد الطريقه اش نقول لك راه ما شاء الله وصافي، واحد الكلام لابق حتى واحد ما تيبغيش هذه القضيه هذه. كنتمناو من الحكومه باش تلقى لنا شي صيغه سريعه وشي حل اللي يكون عاجل، لانه هذا الشيء راه ما تيبشرش بالخير.
كنشوفوا المشكل تا هو ديال الضريبه، لا يعقل انه حنا ما تعفيناش من المشكل الضريبي اللي هو الفينيت اللي كيخلصوها الناس وما خدامينش السيارات ديال منذ 2020 و2021 وحنا ما خدامينش وكيلزموك باش تخلص لهم الفينيت ومسائل اخرى الضريبيه. هذا الشيء راه ما يمكنش لانه ما خدامينش باش نخلصوا، كنحاولوا نطالبوا باش يكون شي اعفاء ضريبي من هذه الناحيه هذه. وشكرا، تحياتي.